توضع الموازين وينادى على عبد عبده منذ آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليه. ينادى على فلان فلان ابن فلان ويقول الملك هذا فلان ابن فلان من كان له عنده من منظمة فليأتي. يا الله يأتي الغرماء بك واحد يقول له انت شفتني مظلوم ولم تنصرني, التالي يقول له انت اكلت من حقي, سبحان الله من اخذ من حقي. لتردن المخيط والمخيط يوم القيامة, الابرة والخيط. يا ربي يا ربي. ولو ان شاة قرناء نطحت شاة جلحاء لاقتص الله من هذه لتلك, ولو ان جبلا بغى على جبل لدق الله باخر. واين غفران ورحمته؟ غفران ورحمته لمن قدم خيرا يا اخي. ده فيه متمردين يا مؤمن في كام واحد, كام مليار في العالم الان يقولون انت لست ربا وانت لا وليس لنا رب والعياذ بالله. كم مليار؟ سلم يا رب. مليارات. المهم احنا منتظرين الى اخر واحد يحاسب يعني لغايه ما نسمع. والكل سيسمع على الملأ صوت وصوره وعارفين ان هذا فلان. لا اله الا الله. طبعا. فيخرج له من تحت العرش 99 سجلا, كل سجل مد البصر. لما تحب الاخوه ربنا يباركهم في الاستوديو الان يفرغوا هذه الساعه التي تكلمنا فيها كلاما. نعم. عايزين 50-60 صفحه. صحيح. طيب صحيح. لما تفرغ عمل 70 سنه. يا ربي يا ربي. حركة وذهابا وقياما ونوما وظلما وعدوانا وعبادة وتهجدا وبعدا عن الله وانحرافا ومجالس زور ومجالس خير, كل ده مكتوب لكل واحد 99 سجلا باختلاف الأعمار. هذا عدد ثابت لجميع الناس. يقول عبدي اطلع على ماذا؟ على السجلات. ويتركه حتى يطلع؟ طلع. يحتاج إلى أعمار. يقول يا ربي أنت لست بظلام للعبيد. العبد لا اله الا الله يتودد. يقول اقرا كفى بنفسك اليوم عليك حسيب عشان احكم. لا تظلم نفسه شيئا. ما فيش. كان فيها الطالع يفضل يقلب الصفحات فلا ينكر منها شيئا. احصاه الله ونسوه. سبحان الله. اطلعت يا عبدي؟ يطلع العبد يساله ثلاث اسئله كل سؤال اعجب من اخيه. الأول عبدي هل ظلمك حفظتي؟ يا ربي يا الله. يقول لا يا رب. ينطق لا. السؤال الثاني ألك حسنات مخفية؟ يعني الملائكة مثلا نسوا حسنة لم يكتبوها؟ يقول لا يا رب لا. كل حسنة عملتها مكتوبة. السؤال الأعجب هو الثالث ألك عذر تعتذر إلينا به؟ يا الله. الرسول قال هذا الصحابة ما تحمل. يا الله. أيقبل ربنا منا الأعذار يا رسول الله؟ قال لا أحد أشد قبولا للعذر من الله. الله. لا إله إلا الله. بس السؤال. نعم. ما العذر؟ أي عذر؟ إيه؟ يقبل أعذار الدنيا. إيه العذر؟ إيه العذر؟ ولا عذر. هذه مصيبة. كنا مخدوعين. لا لا معلش, ما هو انت اللي خدعت روحك. يخادعون الله وهو خادع, وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. كنت غافل قال لك ولا تكن من الغافلين. كنت ظالم قال لك اياك والظلم. حكمت بغير ما انزل الله قال لك انت والعياذ بالله يا كافر يا فاسق يا ظالم. لا عذر ابدا. ايه العذر؟ لا انا اصلا كنت بصراحه ما كانش عندي وقت للصلاه. لا ما قلتلكش تصلي 24 ساعه. هو ده كل كم ساعه اقف كده صلي ركعات الدوام والعمل. لا 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 ما كلفناك فقط طاقه. انشغلت صلي اجمع الصلوات على سفر واقصر في صلاه خوف. والله الصيام والله اعطيناك صحه ما عندك صحه اطعم ابدي. الست كانت مرضعه وحامل ومال ومرضع وحامل تخرج تعوض تطلع فديه.
والله اصل الحقيقه كان ابويا ترك سبب التركه وانا خفت الغريبه. لا 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 ما فيش كلام ده. الظلم من منع وارثه من ارثه منعه الله من ارثه للجنه يوم القيامه. استفزني فقتلته. ما فيش الكلام ده. انا حذرتك بالقتل ولا وما كان المؤمن ان يقتل مؤمنا متعمدا. مشهور حالت في عين احدهن فجمعت. ما فيش كلام. ما في الكلام ده. لا الكلام ده ما زمع. اعطيناك هذا واعطيناك وسائل الحلال كلها. انت اللي مشيت في طريق الحرام. اصل الاستثمار والبنوك نقول له ما ينفعش. ما فيش عذر. ضروره العصر. ما فيش عصر ولا ظهر. ما فيش عصر ولا مغرب. خلاص العبد النفس الدنيه ما فيش. معليه هو اللي دناها. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. انت اعطيناك نفس طيبه فطره نقيه نجستها وغبرتها وقذرتها وانحرفت بها بعيدا عن جدة الطريق. فماذا تبغي منا اليوم؟ عايز ايه؟ كفى بنفسك اليوم عليك حسيب.